دخل إلى مصر في منتصف العام الأول الميلادي على يد القديس مرقس أحد الرسل السبعين للسيد المسيح، حيث أنشأ مدرسة لتعليم الدين المسيحي، وتكونت بعد ذلك أول جماعة مسيحية في مصر، كانت النواة الأولى للكنيسة المصرية كأقدم مؤسسة مسيحية في العالم. وفي عام 1054 انفصلت الكنيسة المصرية عن روما وأصبحت الكنيسة الأرثوذكسية، وتم انتسابها إلى مدينة الإسكندرية نظرا لنزول القديس مرقس فيها، حيث تم انتخابه بطريركا مصريا، وتناوب بعد ذلك على كرسي البطريركية 116 بابا، والبابا شنودة الثالث هو البابا رقم 117. وقد شهدت كنيسة الإسكندرية والكرازة المرقسية منذ إنشائها تطورا كبيرا، فبالإضافة إلى مقر الكرسي البابوي في الكاتدرائية بالقاهرة 50 مقرا للكرسي البابوي في مختلف أنحاء مصر، بالإضافة إلى 13 مقرا للكرسي البابوي في أوروبا وأمريكا. وقد شهد وصول البابا شنودة الثالث إلى كرسي البطريركية تحولا كبيرا في السلطة الكنسية ودورها في المجتمع من خلال مشروع فكري واجتماعي، حيث تزايد الدور البارز للكنيسة المصرية على المستوى المحلي والعالمي. وجوده على رأس الكرازة المرقسية له تأثير كبير على الأحداث. هو مصري، مصر تعيش فيه، يتمتع بفكر صائب ونظرة ثاقبة للأمور. جوانب شخصيته الإنسانية تتسع بلا حدود، عالما ومفكرا ومثقفا وراصدا لما يجري حوله من أحداث. هو قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية. كل عام وأنتم بخير. وأنتم طيبين. وتهنئة مننا جميعا بعيد الميلاد المجيد، ولعل المناسبة السعيدة تجعلنا ننتظر من قدستكم كلمة. أنا أشكركم على حضوركم، وأرجو لكم ولبرنامجكم الإذاعي كل توفيق، وأشكر هذه التهنئة. وفي الحقيقة عيد ميلاد المسيح يشترك فيه المسيحيون والمسلمون أيضا، فالمسلمون يؤمنون بميلاد المسيح وبميلاده من عذراء وبرسالته الكبيرة، ولذلك يفرحنا أن يكون يوم 7 يناير عيد لكل المصريين حسب توجيه الرئيس مبارك. وكل سنة وانتم طيبين جميعا، وإحنا في بداية عام جديد نرجو أن يكون عاما سعيدا علينا كلنا إن شاء الله. قدستكم دائما ما ترددون أن مصر ليست وطن نعيش فيه، لكنه وطن يعيش فينا. ما معنى هذا التفسير؟ معنى أن مصر تعيش فينا، في قلوبنا، في مشاعرنا، في أفكارنا أيضا، في أمنياتنا، تعيش أيضا فينا في تاريخنا الطويل الذي نرتبط به بمصر، تعيش فينا بنيلها، بأهلها، بأرضها، بتاريخها، بكل ما فيها. ولولا ذلك ما كنا مصريين. تظهر أحداث التاريخ بعض الصعاب على الشعب المصري، والكنيسة المرقسية لها باع طويل في تاريخ مصر، وكان للكنيسة القبطية
باع طويل في رحلة النضال والكفاح ضد الاحتلال الإنجليزي، وارتفع في مصر شعار الوحدة الوطنية، وكانت ثورة 19 خير مثال على ذلك. مراحل نضال عديدة في العصر الحديث، ما هو الدور الذي لعبته الكنيسة القبطية في نضالنا؟ كان أهم ما يشغل المصريين جميعا هو التخلص من المحتل الأجنبي، ووقف الأقباط إلى جوار أخوتهم المسلمين في ثورة 19 من أجل التخلص من الاحتلال الإنجليزي، مع أن الإنجليز كانوا مسيحيين مثل الأقباط، لكن كان أهم ما عند الأقباط هو مصر، ولم يكن ينظر إلا الإنجليز كمسيحيين وإنما كمحتلين للبلاد. ونحن نعرف أن سعد زغلول عندما نفي إلى جزيرة سيشل كان معه أيضا مكرم عبيد، ومكرم عبيد كان يسمى ابن سعد، وهو رجل مسيحي، وفيه كثير من المسيحيين نبغوا في ذلك الحين، منهم سينوت حنا ومرقس حنا وأسماء مسيحية لامعة في أثناء الثورة المصرية سنة 19. وفي تلك الثورة لم يكن يميز أحد بين مسيحي ومسلم إطلاقا. وقبل هذه الفترة وقف الأقباط إلى جوار صلاح الدين الأيوبي في حربه ضد الفرنجة الذين تسموا خطأ في التاريخ بالصليبيين، واعترافا بجهدهم أهداهم ديرا في فلسطين هو دير السلطان نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي، لأن احنا نسمي أديرتنا بأسماء القديسين أو الشهداء أو الأنبياء، لكن أول مرة يكون لنا دير باسم دير السلطان نسبة لصلاح الدين. وما زال موجودا هناك؟ بس اليهود سلموه للأحباش سنة 70، لأن مطراننا في القدس بعد معركة 67 كان منضم إلى وطنه مصر، فاليهود انتقاما منه سلموا الدير للأحباش. جاءت نكسة 67 وبدأ التحضير لحرب الاستنزاف ثم حرب 73، ما هو الدور الذي قامت به الكنيسة المصرية في ذلك الوقت في فترة من أحلك فترات تاريخ مصر الحديث؟ احنا كنا باستمرار نقوم بزيارة الجبهة، وأنا قمت بزيارة الجبهة في أكثر من مرة، وأهدوني حلة عسكرية طبعا لم ألبسها، لكن كناحية رمزية يعني، وكنا نزور المستشفيات أيضا. وأفتكر أن في عهد جمال عبد الناصر برضو في سنة 65 ألقيت محاضرة مشهورة جدا عن إسرائيل في رأي المسيحية، كنت دعيت لإلقاء هذه المحاضرة من نقابة الصحفيين، كان النقيب حافظ محمود وكان بيني وبينه محبة كبيرة، ودخلت في نقابة الصحفيين أنا في ذلك الحين سنة 66، وكانت محاضرة إسرائيل في رأي المسيحية يعني كانت محاضرة قوية، طبعت ككتاب لأنها ما كانتش مجرد محاضرة، ثم فيما بعد ترجمت إلى لغات كثيرة، آخر ناس طلبوا مني ترجمتها في إيران يترجمونها إلى اللغة الفارسية.
ما هو الموضوع الجديد في هذا في هذه المحاضرة؟ هل كان لقداستكم تحليل أو نظرة فلسفية مختلفة عما كان يظهر في ذلك الوقت؟ هو إثبات أنه لا حق لإسرائيل من واقع آيات الكتاب المقدس. ثم أيضا دخلت في موضوع وهو وعد الله لإبراهيم، لأن هذا أمر يتمسك به اليهود كثيرا. وقلنا أن وعد الله لإبراهيم كان وعدا مشروطا بطاعة اليهود وبإيمانهم، بينما اليهود وقعوا في عبادة الأصنام مرات عديدة جعلت ربنا يلقيهم أو يسمح بإلقائهم في سبي بابل وأشور، وهنا لم يظهر أي وعد خاص بإبراهيم، لأنهم في عبادتهم للأصنام انتفى الشرط الذي يربطهم بالله في وعد معين لأنهم كسروه. وثم كلام الله إلى الأنبياء، ده ربنا في وقت من الأوقات قال لأرميا النبي عن اليهود: لا تصلي من أجل هذا الشعب ولا ترفع من أجلهم طلبة فإني لا أسمع لك. يعني بدأ الأمر إن ربنا ألقاهم في السبي، وبدأ لا يقبل شفاعة كبار الأنبياء فيهم، واستمروا هم في عبادة الأصنام مدة طويلة إلى أن جاء السيد المسيح وقال عنهم: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. وفعلا تم هذا الخراب سنة 70 حينما أرسل القائد تيتوس الروماني فهدم أورشليم اللي هي القدس وهدم الهيكل. والمسيح قال لهم عن الهيكل ده انه لا يترك حجر على حجر فيه الا ويسقط. وضاع مجد اليهود وتشتتوا في اقصاء الارض. الكلام ده كان من سنة 70 ميلادية، وبقوا مشتتين الى وعد بلفور. ولذلك انا فاكر مرة كنا دعينا الى لجنة في الجامعة العربية، من ضمن الكلمات اللي قلتها ان اليهود لم يرجعوا الى فلسطين بوعد من الله، انما رجعوا بوعد من بلفور. قدستكم يعني وفقا لهذا التحليل وهذا هذه النصوص، كيف تروا التحالف، تحالف طيار مسيحي في الولايات المتحدة الأمريكية مع الجماعات اليهودية إذا كانت النصوص الدينية واضحة وصريحة في ذلك المجال؟ هو طبعا لا نستطيع أن نتكلم عن المسيحية بصفة إجمالية، إنما نقول بعض جماعات من هؤلاء المسيحيين وبخاصة مجموعات شهود يهوى والسبتيين الأدفنتست، وواضح من أسمائهم انتماء يهودي. شهود يهوى لأنهم يستخدمون اسم يهوى، اسم الله في العهد القديم، والسبتيون الأدفنتست لأنهم لا زالوا يقدسون السبت اليهودي، وكذلك شهود يهوى. كل دول لهم محطات إذاعة ولهم جرائد وليهم انتشار من ناحية الإعلام،
أما من جهة البروتستانت فليسوا كلهم في هذا الجانب أيضا، إنما بعض من البروتستانت يؤمنون بمجيء المسيح الثاني، ومجيء المسيح الثاني يؤمن به الإسلام أيضا، لكن الخلاف في التفاصيل. فيؤمنون أن المسيح سيأتي ثانية إلى الأرض ويحكم 1000 سنة على الأرض. كلنا لا نؤمن بهذا الإيمان، نؤمن بمجيء المسيح، لكن المسيح المملكة ليست من هذا العالم، ويأتي في آخر الأيام في الدينونة يعني. فيؤمنون أن المسيح سيحكم على الأرض 1000 سنة، وستكون عاصمة المملكة هي أورشليم. من هنا جاء التفكير في أورشليم في فلسطين في هذا الاتجاه البروتستانتي. وفي تثبيت اليهود أو في إسرائيل يعتبرون أن تكوين دولة لليهود تمهيدا للنبوءات. هل هذه النبوءات لها صحتها في الكتب المقدسة؟ لا، هو المشكلة أن النصوص في الكتب المقدسة يفسرها الناس بطريقتهم الخاصة، فالمشكلة في التفسير وليست في النص. ومن هنا نشأت المذاهب المتعددة. يضاف إلى هذا الأمر النشاط الإعلامي الضخم جدا لليهود في أمريكا، فلهم محطات إذاعة وتلفزيون كثيرة وهيمنة إعلامية طبعا. غالبية الميديا في الولايات المتحدة غالبية وفي الغرب الميديا. أيضا الصحف الكثيرة، التأثير الإعلامي، اللوبي اليهودي وتأثيره واتصالاته العديدة بأعضاء الكونغرس وبالسيناتورس وبرجال السياسة. نحن كنا في البلاد العربية نصيح ونضج ونشجب وندين، وهم كانوا يتصلون ويقومون بدعاية عبر سنوات طويلة. طبعا عبر سنوات طويلة. هم بدأوا الحركة الصهيونية من سنة 97 1897 من راتسل النمساوي، وظلوا يشتغلون بجدية وبطريقة عملية إلى أن كونوا لهم تأثيرا كبيرا في أمريكا وفي إنجلترا وفي بعض بلاد أوروبا، وأيضا تأثيرهم في الاقتصاد الغربي. اسمح لي قدستكم، التأثير الأكبر الآن هو هذا التحالف، خاصة بين جناح كبير في الكونغرس الأمريكي من المسيحيين، وهذا التحالف له تأثير كبير أيضا على السياسة. تحليل قدستكم للأمر. هو أيضا اليهود كان لهم تأثير على الإعلام وعلى الاقتصاد وعلى السياسة. على السياسة لأنهم كانوا يتدخلون أيضا في الانتخابات، واستطاعوا ليس فقط عن طريق لوبي، إنما أن يكون لهم أصوات انتخابية في المعارك الانتخابية. بالضبط. وفي حاجة في أمريكا ممكن يسموها floating vote. فلوتنج فوت يعني الصوت الانتخابي الذي لا ينضم إلى هذا الجانب ولا إلى ذاك الجانب، إنما هو فلوتنج عايم في الوسط، يرجح أحد الجانبين فكان اليهود يمثلون الفلوتنج فوت. يعني احنا شفنا في انتخابات الرئيس الحالي بوش احيانا كان بيبقى بينه وبين منافسه 4 أصوات، يعني حاجة بسيطة.
فتكوين أصوات يهودية لها تأثيرها في الانتخاب ده أمر مهم جدا وخطير. يعني ما كنت أدعو إليه وكلمت عنه كتير، لماذا العرب وبخاصة الذين هاجروا وأصبح ليهم السيتيزنشيب، حق المواطنة وبالتالي حق الفوتينج، ليه ما يقدروش يجمعوا نفسهم ويكونوا نفسهم ويوحدوا سياستهم ويكونوا تيار ويكونوا تيار يكونوا تيار ويستخدموا الأصوات اللي ليهم في التأثير على الانتخابات، والباقيين يعملوا لهم حساب. أصل احنا لأننا ناس شرقيين عندنا ربما الناحية العاطفية أكتر، البلاد زي أمريكا ما يأثرش فيها العاطفة، يأثر فيها المنفعة. بالضبط. يعني الرئيس الأمريكي كيف ينتفع من هذه الجبهة أو تلك، ده المهم. فإذا وجد ناس لهم تأثير في الإعلام، وجد ناس لهم تأثير في الحركة الانتخابية، ممكن ينجحوه أو يسقطوه، هيعمل لهم حساب. وربما يعني العرب في المهجر كانوا دائما يشكلون ويمثلون أحيانا بعض القلق على الوطن الأم، ما جرى في سنوات سابقة لأقباط المهجر وما كانوا يتصوروه أو يرددوه من حقائق حول أوضاع الأقباط في عالمنا العربي، كان له تأثير سلبي داخل محيط السياسة الأمريكية. كيف كنت ترى الأمور وكيف عالجتم الأمور في ذلك الوقت؟ لا، هو ما يصل إلى مصر ليس الاتجاه العام للأخباط، إنما الأصوات العالية في ذلك الوقت، فكانت مجموعة بتؤثر لم تكن تمثل للاتجاه القبطي كله، إنما تمثل صوتا عاليا وتمثل أشخاص مندمجين في السياسة، يعني ليهم اتصال بالكونجرس يقدروا يكلموهم. بس كانت كل المسائل دي في الموضوع القبطي أو المسألة القبطية بالنسبة لأخباط مصر دون أن يدخلوا في سياسة فلسطين واليهود والحاجات دي، عمرهم ما دخلوا في الحاجات دي. ما موقف الكرازة المرقصية من هذه الأصوات التي أحيانا كانت تطفي جانبا سلبيا على صورة مصر وصورة أقباط مصر؟ شوف أقول لحضرتك حاجة، تحب نتكلم بصراحة؟ نتكلم بصراحة. برضو احنا في مصر يسودنا العنصر العاطفي مش العنصر العملي، معناها ان نقول بلدنا وندافع عنها وحاجات زي كده. هناك بالنسبة لبلاد زي امريكا يمشوا بطريقة الاستاتيستيكس، يعني ناس حسابات. طب حسابات. انا فاكر مرة سنة 77 كنا في اجتماع المجمع المقدس مع الرئيس السادات في القناط الخيرية، وكان متحمسا لمسألة أخباط المهجر ودخلنا في الموضوع ده. فقعدت أشرح له الموضوع بهدوء بنقط هادئة، فقلت له من ضمن الحاجات يا سيادة الرئيس، الأقباط دول تعتبرهم سفراء ليك في الخارج. يعني أنا أفتكر أثناء حرب 73 جاني خطاب من وزارة الخارجية المصرية بيشكر على ما قام به الأقباط في المهجر. أثناء ما كنا في المهجر في حرب 73 يافت الأنبا صموئيل اتصل بوزير الصحة، تحتاجوا لإيه بالنسبة للجنود؟ نحتاج لأجهزة نقل دم، نبعت لأولادنا في المهجر يبعتولنا آلاف أجهزة نقل الدم.
اتصل بعيش راتب وزيرة الشؤون الاجتماعية، تحتاج لإيه؟ نحتاج لبطاطين للعساكر، تبعت مئات الآلاف من البطاطين. قلت له دول ناس يحبوا بلادهم ويحبوا يخدموا بلادهم، فافرض انهم انزعجوا من اجل اخبار موجودة، انت تهديهم بكلمتين طيبين، لكن ما تزعلش منهم، ويبقوا ناس موجودين معاك بيحبوك ولا ينسوا ابدا الاعمال العظيمة اللي انت عملتها في مصر. وانتهى النقاش على ايه؟ انتهى النقاش ان احنا بقينا كويسين في الموضوع ده. يعني قصدي اقول هي المسألة مسألة الاقناع. أيوة. مسألة الايه؟ الاقناع. قلت له حاجة تاني، اثناء الكلام جاب اخبار ملفات بقى فايلز كتير على مظاهرات قامت هناك. قلت له يا سيادة الرئيس، نحن اذا حكمنا على اقباط المهجر نحكم عليهم بالجو الذي يعيشون فيه وليس بالجو الذي نعيش فيه. هناك ممكن انهم لما يحبوا يقوموا بمظاهرة يكلموا وزارة الداخلية تديهم تصريح بالمظاهرة ويخرجوا زي ما هم عايزين، اي ناس مش بس الاقباط. ايوه. وترصد المظاهرات دي في التلفزيون هناك ومحدش يقول لهم حاجة، ناس بيعبروا عن رأيهم قلت له مش بس كده، انا مرة من المرات كان عندي مشكلة كنسية في استراليا في بداية السبعينات، فبعت اتنين اسقف. قلت له اتنين اسقف دول لما راحوا هناك قبل ان يفعل خيرا ولا شرا، قبل ما يعملوا اي حاجة، لقوا خارجين ناس بمظاهرات بلافتات بيقولوا فيها ايه؟ We don't want emperors, we want bishops. قلت له دول emperors يا سيادة الرئيس، لكن ده الاسلوب الذي تعوده الناس في بلاد الغرب. نحكم على الاقباط في بلاد الغرب بالجو الذي يعيشون فيه بالطريقة التي تعودها اهل الغرب في التعبير عن رأيهم بالحرية المطلقة. ده في بلاد الغرب يستطيعون ان ينتقدوا رئيس الجمهورية نفسه وفي الاذاعة وفي التلفزيون وفي الجرائد، محدش يقول لهم حاجة. فلما نحكم على الناس نحكم عليهم بالجو اللي هناك. انا اقول لهم بس اسكتوا، يقولوا الله انتوا هتسدوا افواهنا حتى في امريكا، سيبونا على حريتنا. فالمسألة مسألة الرأي والاقناع، مسألة الرأي والاقناع، وكل انسان في امريكا حر يعبر عن رأيه. للكرازة المرقصية احيانا تدخل فيما يجري لبعض الاصوات في الخارج بالنسبة لاقباط المهجر، احيانا بتتدخل قداستكم اذا ما بدأت بعض السلبيات تظهر من وجهة نظرنا طبعا. الى اي مدى يكون حجم هذا التدخل؟ انا بقول لك اللي بيحصل ايه. اللي بيحصل ان احنا اذا هم انفعلوا ببعض السلبيات نقدم لهم ايضا حقائق كثير من الايجابيات عشان نعمل بالانسنج في الموضوع. وفي الحقيقة ان جيتوا للصراحة مفروض ان هذه الامور تقوم بها القنصليات والسفارات في الخارج، ده اللي مفروض، بحيث ان يكون الكلام مقنع، ما يشعروش انهم يرددون كلاما وصل اليهم، انما يعبرون عن حقيقة ثابتة موجودة. يعني انا مثلا لما اتحلت مشكلة الاوقاف بان تكونت لجنة مشتركة ما بين وزارة الاوقاف وهيئة الاوقاف القبطية، وبيمسكوا كل وقف من الوقف ويفحصوه فحصا دقيقا ويشوفوا العدل موجود فين. فنتيجة كده رجعت الينا يعني كميات كبيرة من اوقاف. في كل حتة بكون موجود في الخارج بأشرح هذا الامر واتغنى به.
لما ابتدت تخف القيود على بناء الكنائس في كل مرة بنصل للخارج بنتكلم عن هذا الأمر ونتغنى به. ولذلك فاكر مرة قلت لأحد السياسيين ساعدونا ان احنا نساعدكم. أيوة. ساعدونا ان احنا نساعدكم، يعني قدموا لنا مادة معينة لما نخرج برا في الخارج نتكلم عنها وتترك تأثيرها. كيف عالجتم في فترات متلاحقة بعض الصعاب التي واجهتها مصر؟ ظهور طيارة متطرفة، ما أطلقنا عليه طيارة إرهابية، الحقيقة وجهت ضرباتها للمسلمين والمسيحيين. ده الكلام ده أنا ذكرته في أحد خطاباتي لأولادنا في المتر. أي. قلت لهم إن مش بس حصلت اعتداءات على الأباط، حصل اعتداءات على بعض كبار رجال الدولة. بالزبط. عاطف صدقي أرادوا يقتلوه، هو رئيس وزارة. وزير الإعلام. وزير الإعلام صفوة الشريف، وزير الداخلية حسن الألفي. وحسن أبو باشا في أكتر من. حسن أبو باشا طبعا. أكتر من شخصية. وأيضا كثير من رجال الشرطة. أيوة. واعتدي عليهم وبدرجات كبيرة. والمفكرين مثل فرج فود. يعني كانت الضربات يعني متلاحقة ومتباينة في فترة عصيبة. الحمد لله ان احنا تغلبنا عليها. نشكر ربنا. نشكر ربنا. ولكن كانت هناك بعض الامور التي احتاجت حكمتكم. كيف كنتم تديرون هذه الامور بدءا باحداث الزاوية الحمراء، احداث عين شمس، وانتهاء بالكشح؟ كيف تم ترويض المسائل بحكمتكم الصائبة؟ دايما كنا نعمل الآتي. أولا عملية توازن بين الإيجابيات والسلبيات، ودي نقطة مهمة. تاني نقطة إن احنا نقول للأباط اللي في المهجر في اعتداءات من جماعات متطرفة والدولة بتقاومها، فليس من العدل مهاجمة الدولة نفسها اللي هي هدف. يعني نفس الجماعات المتطرفة ضد الدولة في نفس الوقت، لأن كثير منهم يهدف انه يحكموا بدل الدولة. فما نهاجمش الدولة. لما نهاجم التطرف بصفة عامة محدش يقول لنا حاجة، لما نهاجم جماعات متطرفة محدش يقول لنا حاجة، لكن لما نهاجم الدولة يبقى في شيء من عدم العدل أو من الظلم أحيانا، لأن الدولة نفسها بتقاسي من هذه الجماعات المتطرفة وبتتعرض نفسها لاعتداءات من هذه الجماعات المتطرفة. اسمح لي قداستكم، هل هناك طيار مسيحي متطرف أيضا؟ إذا كان هناك تيار إسلامي متطرف، هل هناك تيار مسيحي متطرف؟ السؤال ده ياما وجه إلي وكنت أجيب بالآتي. هناك فرق بين التطرف فكرا وبين التطرف سلاحا وقتلا وتدميرا. تتابعون الأحداث وما يجري الآن على صعيد السياسة العالمية وما أعقب أحداث 11 سبتمبر من ظهور طيارات متطرفة في الخارج تدين الإسلام وتدين وتحاول تشويه هذه الصورة. أسأل قداستكم هذا السؤال وأنا أعرف أن لكم دراسات في علوم الشريعة الإسلامية والقرآن والسنة، وما جاء به جيري فورول، القس جيري فورول بأراء تجاه الدين الإسلامي الحنيف. كيف تحللون ما يجري الآن، هذه النظرة الخاطئة للإسلام؟ إن جيت للحقيقة دلوقتي الإنترنت بيستخدم أيضا في الصراعات الدينية وفي الجدل العقائدي كتير. تلاقي ناس بيقفوا قصاد بعض
ويضايقوا الرأي ويضايقوا الرأي ضده ويكتبوا في الانترنت أحيانا في هذا الاتجاه وأحيانا في عكسه. فدي مسألة أصبحت بالنسبة لنا من الصعب مقاومتها، لأن الانترنت إن كان له فوائده له خطورته أيضا، وطريقة استغلاله بتتغير من وقت لوقت ومن ناس لناس. فالمهاجمات الدينية دي متعددة من كل ناحية، يعني في مهاجمات ضد المسيحية، وفي مهاجمات ضد الإسلام، وفي مهاجمات ضد اليهود ده، وفي مهاجمات ضد الأديان عموما. ده أنا لسه كنت من كام يوم بلاقي ناس يقولوا هل كان آدم شخصية حقيقية هو وحواء، ولا دي أسطورة موجودة في القديم لتبرير وجود الخليقة؟ كلام زي ما قريته ربما في الجرايد، ربما من قيمة يومين ولا حاجة، على رائيل والرائيليين دول اللي بيتكلموا عن استنساخ حواء جديدة، يقولوا ان اصل البشرية كائنات جات من قيمة 25 مليون سنة. كلام يعني ما يخشش الدماغ، لكن كل هذه الامور موجودة، هو بس في حساسية معينة نحو اخبار خاصة، لكن في مهاجمات. اذا كان واحد بيقول ابونا ادم ما كانش موجود وامنا حواء ما كانتش موجودة ودي قصة اسطورية، وفي ناس يقولوا فلك النوح ده قصة اسطورية، ما فلك النوح موجود في المسيحية وفي الاسلام، وفي ناس يقولوا كلام كتير. ولكن قداستكم عندما تؤثر هذه الادعاءات في صورة دين معين سواء كان المسيحي او نحن مستثيري. لا نوافق اطلاقا على مهاجمة الدين من الاديان. لا نوافق على هذا، كل واحد يحب دينه ويتمسك به، ومش الكلام ده هيغير دينه. لكن سوء استخدام الحرية في بلاد الغرب أصبح فيها كل شيء ممكنا، كل شيء ممكنا. كيف تؤثر الكرازة المرقسية بشكل إيجابي على تصحيح بعض الحقائق والصور في الخارج؟ في عهدكم أصبح لدينا مراكز، وانتشرت المراكز التابعة لكم، وأصبح هناك يعني جدل إيجابي في كل ما يجري في الوطن الأم. كيف يمكن، ما هو الدور الذي تلعبه الكرازة المرقسية لوضع الحقائق في نصبها، لتصحيح الصور، لدفع الجماعات وأقباط المهجر لينتموا أكثر إلى الوطن الأم، وأيضا ليكونوا سندا لنا في الخارج؟ هل تلعب الكرازة المرقسية هذا الدور؟ الذين في المهجر أيضا يريدون موقفا عادلا من الكنيسة، ويريدون أيضا موقفا شجاعا من الكنيسة. فكما يهاجم الإسلام أحيانا، تهاجم المسيحية أيضا. يعني ما يرد في كثير من المجلات ومن الجرايد على أن الكتاب المقدس محرف، على ان الانجيل ملهوش وجود. طب ما ده جرح لشعور المسيحيين. قداستكم ذكرت ان هناك يعني خلط في الاوراق على مستوى العالم كله، هناك من يهاجم الاديان ولكن نحن ضده. معلش لكن اذا دافعنا عن نقطة في الاسلام ينبغي ان ندافع ايضا عن نقاط اخرى في المسيحية. طبعا. يعني مثلا اللي بيقولوا الانجيل محرف او ما فيش انجيل، طب ده القرآن بيقول يا ايها الذين امنوا لن تكونوا على حق حتى تقيموا التوراة والانجيل
وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إذن عند ظهور الإسلام كان الإنجيل موجود ومطلوب من المسلمين أن يؤمنوا به. وآيات كثيرة جدا في القرآن تقول إن القرآن نزل مصدقا لما بين يديه من الكتاب. إذن ما كانش فيه خلافات بين الإنجيل وبين القرآن في ذلك الحين، طب يبقى ازاي نقول الإنجيل محرف؟ فإذا كان محرفا في أي عصر قد حرف، وبواسطة من؟ وهل بعد أن انتشر الإنجيل وترجم إلى عشرات اللغات في العالم ووجدت نسخ منه في كل مكان على الأرض، كيف أمكن جمع كل هذه النسخ لكي تحرف؟ وهل حرف قبل الإسلام أم بعد الإسلام؟ لكننا لا ندخل في هذه الموضوعات، ولكن مع ذلك نحن هاجمنا تعرض هذا الكاهن الأمريكي للإسلام، لأننا لا نقبل التعرض لدين بهذا الشكل، وأيضا إساءة لشعور إخواتنا المسلمين في مصر وفي العالم كله بهذا الأسلوب. لكن في نفس الوقت في هجوم على المسيحية. ولكن كيف تعاملتم مع مثل هذه الحساسيات؟ احنا بقدر الامكان بنضع امامنا سلامة بلادنا، ولو نحتمل ولو نجعل الامر باتصال بالمسؤولين، ولكن لا نجعله سببا لغضب شعبي عام. لكن هناك بعض الامور بتصل الى مستوى من الانتشار من الصعب انكارها ومن الصعب الدفاع عنها، وستؤثر بشكل سلبي على الوطن، الوطن الذي يضم المسيحيين والمسلمين. طبعا عشان كده بنحاول في هدوء في اتصالنا بالمسؤولين لحل هذه الموضوعات، ونشكر ربنا علاقتنا الطيبة بالدولة وبالمسؤولين، وأمور كتير بتحل، وبعض أمور بتحل بعد أن تكون قد تركت أثر، وأمور بتحل من أولها، وأمور جايز تحتاج لوقت، لكن بنعمة ربنا الأمور أفضل بكثير من ذي قبل. ولكن قداستكم وما تبذلوه من جهد مع فضيلة الإمام الأكبر، وظهرت في الآونة الأخيرة بعض اللجان العليا لحوار الأديان، هناك مؤسسات تحاول أن تسيطر على كل من تساول له نفسه من أفكار متطرفة، أفكار سلبية في اتجاه الدينين، الدين المسيحي والدين المسلم. إلى أي مدى كان لمثل هذه المؤسسات والهيئات تأثير حتى لا تحدث كما حدثت في الأزمنة السابقة أو في السنوات السابقة ما يسمى بالفتنة الطائفية أو غيرها؟ أنا في الحقيقة سلكت بأسلوب ربما يغاير آبائي الذين أتوا قبلي، فكان الآباء البطاركة السابقون لا يخرجون من مقرهم البطريركي. أنا نزلت إلى الشارع المصري بكل ما فيه، أصبحت أختلط بهيئات عديدة جدا، ممكن أن ألقي محاضرات في بعض كليات الجامعة، ممكن أن ألقي محاضرات في بعض الجمعيات العامة، في بعض النقابات، ممكن أن أتصل بإخوتي المسلمين على مستويات عديدة، بصداقة مع فضيلة شيخ الأزهر، بصداقة مع فضيلة وزير الأوقاف، مع فضيلة المفتي. في بعض الأوقات ألقيت محاضرات في جمعية الشبان المسلمين
ليس الإخوان المسلمين، جمعية شبان المسلمين. ولي أصدقاء من كافة الهيئات الإسلامية الدينية وغير الدينية، ولي اتصال أيضا بالجرائد وبالمجلات وبالمقالات. بهذه الخلطة بنكون علاقات بتذوب فيها كثير من الخلافات. ده يعني وصل الأمر بي أن وجد أن أمكن تكوين صداقة مع فضيلة الشيخ الشعراوي، وكان يهاجمنا في الأول مهاجمات كثير. جاء لزيارتكم في البطريركية، جاء أكثر من مرة، وأيضا لكم معه عبر الصداقة الممتدة هواية الشعر. ولكن أولا اسمح لي قداستكم أن نستعيد اللقاء بينكم وبين فضيلة الشيخ الشعراوي. هو في الأول ما كانش في لقاء، وبعدين سمعته بمرضه فأرسلت إليه في لندن 2 من الأباء الكهنة وأحد الأباء الأثقف مع زهور، قدموا له باقة من الورد بعض الشوكولاتة وسألوا على صحته وكرت مني، وقالوا له البابا بيسأل عليك ويحب يطمئن على صحتك ويدعي لك إلى آخره. ولما رجع قابلني أيضا هنا في هذا المقر وقال لي بالحرف الواحد، قال لي أولادك في لندن طوقوا عنقي بجميل لن أنساه. وبعدين بدأت الصلات بيني وبينه أكثر من هذا. فلما كان موجودا في مستشفى بالقاهرة زرته في المستشفى أيضا وسألت عن صحته. وبعدين كان اللقاء الذي تكلمنا فيه عن الشعر، عايز ابدا بالتفصيل ولا يعني انا بودي اتعرف اكثر على جوانب انسانيه في هذا اللقاء، ولكن هذا كان مثالا لرحابه الصدر والنظره العميقه للامور، وكيف يمكن ان تحتوي هذه النظره الخلاف. هو ممكن ان يعني إذا وجدت خصومة بين إنسان وآخر، إما أن يدخل في مجال الانتقام وتزداد الخصومة أكثر، إما أن يحول الخصومة إلى صداقة. هذا الأمر يحتاج إلى بذل مجهود، ولكنه يأتي بنتيجة ممتازة ونكسب أصدقاء. بالنسبة للشيخ الشعراوي لم تكن هناك خصومة شخصية، لكن كان الفكر بيؤذي. فلما تحولنا إلى أصدقاء هو تنازل عن هذا الفكر. قالوا له في إحدى المجلات أنت تغيرت، قال لهم أنا أعترف أني تغيرت. غيرته المحبة وليس الجدل، غيرته المحبة وليس الجدل. وأنا أيضا كما قلت أني نزلت إلى الشارع أختلط بكل من فيه، أيضا في نواحي المحبة الحفلات الرمضانية التي لم تكن موجودة من قبل وبدأناها سنة 86، يعني لنا العام الماضي كان العام 17، يعني نهينا 16 سنة، ويجتمع فيها كثير من القادة من المسلمين والمسيحيين، ونتبادل كلمات المحبة وعبارات المودة والمجاملة. هل هذا يعني أن قداستكم مدركون بأهمية هذا التلاحم؟ ما فيش شك، لأن أنا قلت من زمان المثل اللي بيقول البعد جفوة. الناس لما بيتقاربوا مع بعض
بيجدوا ان ما فيش خلاف بينهم وبين بعض. يعني ما تقابلت مع الشيخ الشعراوي وقعدنا مع بعض نتكلم وجدنا ان ما فيش خلاف، بل وجدنا فيه تقارب، بل وجدنا فيه روح واحدة في كثير من الأمور. فنتيجة هذه الروح الواحدة ركنت الخلافات على جانب لكي لا تفسد ما وصلنا إليه من مواد. فكر قداستكم وفلسفته في العبادة وتطبيق ما نتعبد به في الحياة مبني عليه. العبادة عندنا في الفكر المسيحي، بلاش في فكري أنا، تبنى على الإيمان بالله وعلى محبة الله. يعني ليست مجرد طاعة لوصايا الله، وإنما محبة تدفع إلى الطاعة. والكتاب المقدس يقول: من يحبني يحفظ وصاياي. فنحن نحب الله، ونتيجة الحب نحفظ وصاياه. ثم أيضا تكون بيننا وبينه صلة، وهذه الصلة تأتي عن طريق الصلاة. ولذلك أنا دائما أقول إن كلمة الصلاة في اللغة العربية أفصح وأعمق من تفسيرها في اللغات الأجنبية. أنا لما أقول prayer بالإنجليزي، pray يعني بيطلب طلب أو يتوسل، لكن صلاة يعني أكون صلة، أكون صلة بربنا. فالعبادة عندنا هي تكون صلة بربنا. وطبعا لما نقول للواحد نقول إن المسيحية تؤمن بالتوحيد، ونحن مسيحيون موحدون بالله. مع مطلع عام جديد، قدستكم لكم أحلام على المستوى الإنساني وأيضا على مستوى المسؤولية، ما هي أحلامكم؟ لي أنا شخصيا احنا في الرهبنة تخلصنا من الأماني ومن كل حاجة تاني. ربما تكون الأمنية خاصة بشعب مصر. برضو أمنيتنا أن الوحدة الوطنية تصبح شيئا طبيعيا عمليا. كل عام وأنتم وأنتم طيبين. زأنا المشاهدين ومن داخل مقر الكرازة المرقسية يمتد الحوار مع البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. هذا الحوار الذي كنا نتمنى أن يمتد ساعات وساعات. في النهاية تحاورنا مع الإنسان الذي تتسع جوانبه الإنسانية إلى ما لا حدود له، مفكرا ومثقفا وفيلسوفا وعابدا ومسؤولا عن كنيسة لها عمقها في التاريخ. بنشكر قداستكم.